هنكمل ان شاء الله الجلسه القادمه الابوت سمبوزيوم. يسعدني طبعا ان انا اقدم الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم نادي اخي والعزيز الاستاذ بجامعه القاهره، وواحد من الايمننت واللي ليه ايادي بدات كتير على التعليم الطبي المستمر لشباب الاطباء وللدكاتره كلهم صراحه بمحاضراته الرائعه، وهو محاضر اكثر من ممتاز. ويسعدنا كالعاده ان شاء الله هيتكلم على الكاب هاو تو تشوز يور انتيبايوتكس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجه بالشكر لاخي الاستاذ الدكتور خالد وجيه على تقديمي، وبكرر شكري تاني لجمعيه البرونكولوجي بقياده الاستاذ الدكتور طارق صفوت والاستاذ الدكتور عادل خطاب والاستاذ الدكتور عصام جوده وزمايلي الاستاذ الدكتور ياسر مصطفى منظم المؤتمر واخي الاستاذ الدكتور اشرف مدكور والاستاذه الدكتوره ايمان على دعوتي. والنهارده ان شاء الله يعني هي كلمة how to choose your antibiotic في الحقيقة هو موضوع يعتبر قديم، بس أنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أحاول أحط فيه points أنا عايز يعني تبقى واضحة في اختياري للمضاد الحيوي، خصوصا بالذات في الفترة دي اللي احنا فيها بنقول هو antibiotic ولا anti-inflammatory ولا immunomodulatory ولا التلاتة. لأن في بعض الناس لما نزل البروتوكول بتاع الكوفيد قال لك انتوا شلتوا ليه الأزيثروميسين وشلتوا الكلاريثروميسين؟ يا جماعة احنا ما شلناهمش، هم لو اتحطوا كاميونو ميديولاتري أنتي إنفلاماتري يبقى ما تشلوش، لكن لو اتحطوا كأنتي بيوتيك احنا قلنا ان الأنتي بيوتيكس بتتاخد لو في سسبيشن ان الكوفيد معاه سكندري باكتيريال إنفكشن أو كو باكتيريال إنفكشن، وقلنا هاو تو سسبيكت بطريقة معينة هيجي ذكرها الآن. لكن يهمني وانا باخد الانتيبيوتيك ان انا اخد عنه كده معلومات سريعه عشان لما اجي اكتب انتيبيوتيك لعيان او لحد يبقى انا عارف انا بديله ايه وعايز منه ايه. الانتيبيوتيك وظيفته الرئيسيه يقتل ميكروب حي. الكوفيد ميكروب غير حي، الكورونا فيروس it is a dead organism and it needs to infect a living cell to start multiplication، وبالتالي الانتيبيوتيك ملهاش علاقة خالص بالكورونا. الانتيبيوتكس في منها قسمين، بكتيريوستاتيك وبكتيريسايدل. بكتيريوستاتيك بينهبت البكتيريا ريبريديوسينج but doesn't overkill أو otherwise kill the organism. كويس. بكتيريسايدل actively kill البكتيريا. طب مين الأحسن؟ الاثنين كويسين. تقول لي اشمعنى؟ اقول لك لان في اوفرلاب ما بين الاثنين. هو انت بتنقي الاورجانيزم كذا عشان هديله كذا؟ لا، ان رياليتي ذير از نو شارب ديستينكشن بتوين ذا تو تايبس اللي هو بكتيريسايدال وبكتيريستاتيك ريجاردنج دراج كونسنتريشن والبكتيريال سبيشيز. يعني انت ممكن تدي وانت هدف ان انت تدي بكتيريسايدال وتلاقي الانتيبيوتيك بيشتغل معاك كبكتيريو استاتيك. طبعا فليمنج ده اول واحد اكتشف ان الفنجس بيقتل البكتيريا. كويس جدا. والكلام ده كان في 1929 وانقذ بيه ناس كتير جدا في الحرب العالميه. الانتيبيوتيك بيشتغل ازاي؟ انا مش هضيع وقت لكن هحط سلايد قوي. يا اما انهبت السيل وول سينثيسيس او الفانكشن، وده البيتا لاكتام بتعمله زي البنسلين والكيفالوسبورين والفانكومايسين والدابتومايسين والبوليبيبتايد، او تنهبت النيوكليك اسيد سينثيسيس وده بتنهبت الفوليك اسيد زي الترايميسوبريم سلفا ميسوكسازول واحد، او الدي ان اي جايريز زي الكينيلونز اثنين، او ان انت تطلع فري اوكسجين راديكلز زي المترونيدازول او النيتروفيورانتوين. كويس. او ان انت تنهبت البروتين سينثيسيس بتاع البكتيريا عن طريق الانهبيشن بتاع الاس 30 ريبوزومال سابيونت او الاس 50 ريبوزومال سابيونت، وده الايه الاورجانيزم اللي هو لو انت هتنهبت الاس 50 يبقى الماكرولايتس كليندامايسين لينزوليد كلورامفينيكول، وال30 الامين جلايكوزايد والتتراسايكلين والتيجيسايكل. كويس قوي. يبقى ده الميكانيزم اللي انت بتعمل بيه انهبيشن بكتيريوستاتيك او بكتيريسايدل. والبكتيريا ما بتسكتش، هي بتبتدي تتحور وتتحايل وبتعمل انتيبيوتيك ريزيستنس عن طريق الاميونيتي باي باس وعن طريق التارجت موديفيكيشن والان اكتيفيتنج انزيمز والافلكس، حتى على مستوى الميكروبيولوجي يعني مش عايزين ندوس فيها قوي. لكن لو سمحت لو هتاخد انتيبيوتيك عشان تعالج نيمونيا او برونكايتس، انتيبيوتيكس ار مينت فور يوز نوت ابيوز.
لان احنا عندنا كارثه في البلاد العربيه ان كل واحد بينزل يعرف يجيب من الصيدليه مضاد حيوي، واللي سافر بره يعرف ان هو بيدوخ وممكن يلف السبع قارات ما عدا قاره افريقيا عشان حد يرضى يديله مضاد حيوي من غير بريسكريبشن، ما بيرضوش وليهم حق. تاني حاجة بيقول لك complete the full course of antibiotics، يقول لك ايه، انا خدت قرصين ليفوفلوكساسين اتحسنت رحت واقف الحمد لله، ويجي لك بقى بعد كده بفيفر ومشاكل، وخدت مش عارف اموكسيسيلين كلافولينيك اس، مش عايز اتكلم اسماء تجارية، لان بعد كده البكتيريا بتبقى نايماله فين؟ نايماله في الدورة، and we will shall rise again. كويس. تالت حاجة ما تاخدش الانتيبيوتك عمال على بطال، لان انت لو خدتها بدون indication هتلاقي الانتيبيوتيك ديتا تبتدي تتوغل وتتوقش وتاخد صورة انت مش قدها. وكمان our body has two kinds of bacteria، في بكتيريا نافعة على مستوى الجي اي تي لما انت بتاخد الانتيبيوتيك بتخش وتقتلها وتموتها، وبالتالي يبقى انت اذيت نفسك اكتر مما افدت نفسك، والفيرال انفكشن ما بيتعالجش بالانتيبيوتيكس. دي كده معلومات بسيطة وكلنا عارفينها. نيجي بقى للكلام الحلو الجميل اللي مخمخ الدماغ. انت بتدي المضاد الحيوي صح، بيخش يلف الجسم، اسمها فارماكو كاينيتكس. what the body does to the drug ده اسمه فارماكو كاينيتك، what the drug does to the body ده اسمه فارماكو داينامكس. الدواء ده بيعمل ايه في الجسم، دي الداينامكس، الجسم بيعمل ايه في الدواء، دي الكاينيتكس. كويس قوي. المهم في النهايه انا عايز اعرف هستفاد من الدواء اللي انت اديته ده ويقتل الاورجانيزم ولا لا. فقال لك والله بس عشان تعرف لازم تكلاسيفاي الانتيبيوتيك ده، هو بيحب المية ولا بيحب الدهن، هو بيعتمد على الزمن ولا بيعتمد على التركيز، تايم ديبندنت ولا كونسنتريشن ديبندنت، هيدروفيليك ولا لايبوفيليك. هيدروفيليك زي ما احنا عارفين البيتا لاكتام والامينو جلايكوزايد، واللايبوفيليك زي الكينيلونز وزي الماكرولايدز والكلام دوت، مهم جدا عشان الديوريشن بتاع الدواء اللي انت هتديه. الكونسنتريشن ديبندنت، زمان كنا بندي كلنا الانجكشن الامينو جلايكوزايد بنديه كل 12 ساعه، غلط. الامينو جلايكوزايد بتاخد كل 24 ساعه وانس في اليوم، لانه كونسنتريشن ديبندنت. على عكس مين؟ على عكس البيتا لاكتام تايم ديبندنت. والبيتا لاكتام على فكره في ستادز كتيره جدا دلوقتي بيقول لك كونتينوس انترافينوس انفيوجن فيرسس انترميتنت انفيوجن كان ليه بيج امباكت في المورتاليتي، في السرفايفل، في المالتيبل اورجان فيلير. يبقى لو هتدي بيتا لاكتام اديها كونتينوس انفيوجن، ما تديهاش شوتس للدرجه دي. للدرجه دي. كويس قوي. يبقى لازم افرق ما بين الكونسنتريشن ديبندنت والتايم ديبندنت انتيبايوتيك زي ما حضراتكم شايفين كده، والاريا اندر ذا كيرف اللي هي بتشتغل ما بين الاثنين، واكتر واحد كمثال ليهم الفلوروكينولون. البيتا لاكتام مجموعه كبيره جدا، البنسلين والكيفالوسبورين والكاربابينم والمونيباكتام. كويس. كونتينوس فيرسس انترميتنت بيتا لاكتام انفيوجن ان سيفير كيسز، مطلعين لي دوكيومنت في منتهى الخطوره، قال لك ادمنستريشن اوف بيتا لاكتام انتيبايوتيك باي كونتينوس انفيوجن ان كريتيكالي ايل بيشنت وذ سيفير سيبسيس از اسوشيتد وذ ديكريزد هوسبيتال مورتاليتي. يبقى لو سمحت البيتا لاكتام اللي احنا حكيناهم دول لو هتدي اي واحد فيهم ادي ايه؟ كونتينوس انترافينوس انفيوجن. الكينيلونز زي ما حضراتكم عارفين يهمني تعرف ان هم 3 جينيريشن سكند وثيرد وفورث، السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين والموكسفلوكساسين. طب ده يفرق معايا؟ يفرق معاك. بص حضرتك كده، الموكسفلوكساسين بيجيب الاتيبيكال كويس وبيجيب الجرام نيجاتيف كويس وبيجيب جرام بوزيتيف كويس، لكن السيبرو تعبان وواقع في مين؟ في الانروبس. كويس. والميزوسيلين سنسيتيف اونلي، ما يجيبش الايه؟ الريزيستنت. ويجيب الاتيبيكال سنه بسيطه. يبقى السيبرو مش جود تشويس بالنسبه لك، الا اذا كنت عايز تغطي بيه سودومونس، اسد الغاب طويل الناب، سودومونس السيبرو فيري افكتيف فيه، لكن الباقيين لا. لو انت عايز تدي في كاب يبقى الموكسي او الليفوفلوكساسين. وهنا بيوريني قد ايه ان انت لما بيكون في عندك دواء جاهز منه الانجكشن تقدر تقلب منه على الاورال، ده بيسهل عليك القضيه في ان انت تدي ايه الدواء بتاعك وانت مستريح. الموكسي فلوكساسين والماكرولايد ريزيستنت والمالتيبل دراج ريزيستنت ستريبتونيموني، الموكسي كان جايب فيها نتيجه كويسه. وده مش عشان هو دواء حلو، لا، عشان هو دواء جديد سنه ولا سنتين ولا ثلاثه كده نلعب بيه شويه ويطلع منه الريزيستنس ونرميه جنب زمايله، زي اللينزوليد اللي احنا بنعالج بيه الكومن كولد، كارثه كبرى، مع انه هو المفروض ما بيتاخدش الا في الميرسا وفي العينين في الاي سي يو واللي هم قعدوا اكتر من 5 ايام واحنا بنديه. بس دلوقتي انت بتديه وانت هدفك ان انت في عندك ايه؟
انتي انفلاماتوري ايمونوميدولاتري بس، لكن غير كده ملوش قيمه خالص. ماشي، يبقى ده الافكت بتاعه. طيب لو اديت الانتي بايوتيك ليك هدف اخر غير ان هو يكون انتي بايوتيك، قال لك ممكن يشتغل كانتي انفلاماتوري، دي حاجه كويسه بقى. يبقى هنا ده شغل حلو قوي، انا هدي الانتي بايوتيك يشتغل يقتل بكتيريا وكمان يشتغل كانتي انفلاماتوري، يسبرس الار ان اي ماسنجر ار ان اي، ويسبرس الريليز بتاع الانترلوكين 8 اللي هو بينادي على النيتروفيل اللي بيطلع فري اوكسيشن راديكلز. يبقى لو انت قضيت على السكه دي يبقى الانتي انفلاماتوري بتاعتك تحققت كويس، وكمان بينقص الريليس اوف فيروسز والسيتوكاينز ده الكلاريسروميس. يبقى هنا عرفت انا لما بتديه في الكوفيد بتديه ليه، مش عشان هو انتي بايوتيك، لا عشان هو ليه انتي فايرال اكتيفيتي ثرو اتس انتي انفلاماتوري افكت. كويس، في حاجه تاني، ليه اميون مودوليتري افكت اللونج تيرم تريتمنت مع الكلاريسروميسين بينقص لي السبيوتم برودكشن، صح، بيشتغل على البرونكيال ميوكوزال جلاند بينيبت حاجه اسمها 5 ماك بي جين اللي هي مسؤوله عن الايه السبيوتم برودكشن، وبيشتغل كانتي بايوتيك وحضراتكم عارفين الميكانيزم اوف اكشن. كويس، يبقى لو هتختار اختار الدواء اللي بيشتغل بروحين بثلاث ارواح، انتي انفلاماتوري ايمونوميدولاتري انتي بايوتيك، الثلاثه مع بعض، الثلاثه مع بعض دي متوفره في اربع مجموعات. الكوفيد هو اللي خلانا ناخد بالنا منها زياده عن اللزوم، الليفوفلوكساسين والموكسفلوكساسين ده الكينيلونز، والماكرولايز الكاليريسروميسين والازيسروميسين، والدوكسي سايكلين اللي هو الفيبراميسين، واللينزوليد اللي هي الاوكسيزوليدينون جروب. ميزه بقى اخرى على الكلاريسروميسين بنت لذينه ان هو بيخش يكسر البكتيريا البايوفيلم اللي بتحوط نفسها، السودوموناس بتغطي نفسها بحاجه اسمها بكتيريا البايوفيلم. الكلاريسروميسين ات از ا يونيك انتي بايوتيك ويتش از كيبابل تو ديستروي البيبتايدوجلايكان اللي بيبقى محوطه بيه السودوموناس نفسها. يعني انا ممكن ادي انتي سودومونا لو ما تعرفش يشتغل الا في وجود الكلاريسروميسين. عشان كده عينين اللي عندهم برونكيكسيس بن ادفايز ان هم يمشوا على الكلاريسروميسين لونج تيرم، يكسر لي يعمل لي انتي انفلاماتوري وينقص الميوكوس سيكريشن ويكسر لي البكتيريا البايوفيلم. فلو انت بتدي السيبرو يعرف يشتغل، لو انت بتدي التازوسين يعرف يشتغل، لو انت بتدي الليفو بالجرعه بتاعتك 750 يعرف يشتغل وينهبت المالتيبليكيشن بتاعك. لكن وانت بتدي الماكرولايد وانت فرحان بيها تفتكر ان هي بتعمل لك الاتش اند ام الهارت بلوك والهيرنج لوس ادي الاتش، وبتعمل لك مايكروبيوم تشينج، بتلعب لك في البكتيريا، البكتيريا المايكروبيوم بتاعك بيتغير لان انت ماشي على لونج تيرم ماكرو ماكرولايتس، فبالتالي ممكن يبقى في عندك انسنس اوف ريزيستنس، وكمان لو انت بتديها عشان علاج الموت ممكن تعمل لك ايه ريزيستنس منها. وبالتالي لو انت بتدي ماكرولايتس او كينيلونز خد بالك ان الاثنين دول بيعملوا برولونجيشن اوف كيو تي انترفال، فهنكتب عليها لو كان العيان ما بيعملش اي سي جي تعمل له اي سي جي، ولو لقيت فيه برولونجيشن اكتر من 60 ملي سكند من البيز لاين او لو كان معدي 500 ملي سكند في الكيو تي انترفال ذيس از ابسولوت كونترا انديكيشن. السلايد ده بمليون جنيه لانه بيوريك قد ايه السيبسيز ممكن يلعب لك في الكونسنتريشن بتاع الدراج. لو في عندك سيبسيز واند اورجان فيلير يبقى الكليرانس بتاعك بيقل، يبقى البلازما هاف لايف بتاع الدراج بتزيد، يبقى انت هنا يو ار ان نيد تو ديكريز ذا دوز لو كان في عندك اند اورجان فيلير. طب لو ما كانش في عندك وكان في عندك انكريس في الكاردياك اندكس والكاردياك اوتبوت ال، يبقى انت في لو كونسنتريشن اوف ذا سيرم دراج كونسنتريشن، يبقى انت في الحاله دي محتاج تزود الدوز. يبقى لو سمحت في السيبسيز لازم تيستيميت عندك اند اورجان فيلير محتاج تزود ولا محتاج هاي كاردياك اوتبوت، يبقى انت محتاج تنقص. كلمتين بقى سريع جدا على الكاب والهاب والباب والاتش كاب. الاتش كاب اوت ديتد، خلاص اتلغت ما بقاش حد يتكلم عليها دلوقتي، هي حتى الان لقيطه مش عارفين راحت فين. الكاب في الشارع، الباب في الرعايه بالتيوب او من غير تيوب تبقى في 48 ساعه. عندي تو سب تايبس منها، عندي كلاسيكال او كلاسيك واي تيبيكال، والاي تيبيكال ديت اللي احنا بنقول عليها بتبقى جايه باي تيبيكال برزنتيشن. يعني ايه تيبيكال بريزنت؟ يعني العين جاي ولا سخن ولا حاجه ولا بينهج ولا طالع عينه، ده جاي مضغطه ومكسر، والاكس راي او السي تي فيها انترستيشال انفلتريتس. يبقى الكاب باثوجين اي هاف تو سسبكت. وما انساش ان الستريبت نيموني بتمثل الحيز الاعظم فوق ال 50%، والهيموفلس انفلونزا والكلاميديا والليجونيلا والمايكوبلازما، الثلاثه دول على وجه الخصوص اسمهم
atypical. atypical في البريزنتيشن واتيبيكال في الريسبونس للتريتمنت، لان هم مش بيستجيبوا على البيتا لاكتام، بيستجيبوا على الماكرولايت او الكينيلون الون. يبقى لو بتدي سيادتك تريتمنت للكاب من غير كلتشر يو هاف تو كفر بالماكرولايت او الكينيلون. ما ينفعش تاخد بقى، ما تقوليش انا اديت للعنق اموكسيسيلين كلافولونيك اسيد، يبقى انت مش فاهم واتس بيهايند البريسكريبشن بتاعك في الانتي بايوتيك. هنا بيوريك قد ايه ممكن الاورجانيزم يبقى سسبكتد من شكل السي تي او الاكس راي، وهنا بيقول لك اذا كنت تعالج العنق في البيت او في المستشفى عن طريق الكيرب 65 كرايتيريا. وهنا بيقول لك ايه الفرق ما بين كلمه اي تيبيكال، يعني بيها ان هي ليجونيلا ومايكوبلازما وكلاميديا، ولا يعني بيها ان هي مش هتستجيب الا للماكرولايد والكينيلون الاثنين انا اقصدهم بيه. طيب هعالج في البيت ولا في المستشفى زي ما اتفقنا بالكيرب 65 كرايتيريا، او لو لقيت signs of severity العنف respiratory failure او محتاج ميكانيكال فنتيليشن او بقى تاكيبنيك وتاكيكارديك وهيبوتنسيف والبراديوريا نيتروجين والكلام دوت كتير، اسمها نيمونيا سيفيريتي اندكس، وبعد كده وي هاف تو بيرسونلايز التريتمنت. بس قبل ما تقول انا خلاص ناقص تو سلايدز، قبل ما تقول انا هبيرسونلايز التريتمنت لازم تقول العند عنده كوموربيديتيز ولا ما عندوش. يعني ايه؟ انا هعالج في البيت ولا في المستشفى؟ هعالج ان بيشنت ولا اوت بيشنت؟ هعالج ان بيشنت وكوموربيديتي ولا وزاوت كوموربيديتي؟ ايه الكوموربيديتيز بتاعتك؟ عيان مهم قوي عندي اللي هو عيان اللي شايل الطحال الاسبليميا، دول بيبقى عندهم الانسس بتاع الستريبت نيمونيا عالي جدا، والالكحوليزم والدايبيتك والكيدني والليفر والكلام ده كله هيبقى ايه كرون. طبعا ده الجايد لاينز الجديده اللي هي ظهرت علينا من 2019. انا عايز بس الفت النظر فيها لحاجه واحده، ايه هي؟ ان البيتا لاكتام وماكرولايد كانت في 2007، وبعد كده البيتا لاكتام فلوروكينولون كومباينيشن بيدوا ايكوال ريزلت في 2017. في 2019 قالوا لا بوس اكسبتد بات سترونجر ايفيدنس ان فيفر اوف بيتا لاكتام ماكرولايت. يبقى لو سمحت لو بتعالج كاب، بيتا لاكتام ماكرولايت از مور افيشنت ان انت تدي ايه فلوروكينولون لوحده او فلوروكينولون ومعاه بيتا لاكتام. وهنا ده الجدول اللي احنا بنقول عليه. انا مش عايز بقى حرك يعني ايه تتوه مني، انا عايز كلمتين بس. لو العيان بتاعك سيفير هتدي بيتا لاكتام معاه ماكرولايت، او هتدي بيتا لاكتام معاه فلوروكينولون. لو مش سيفير يبقى يو ار جاستيفايد ان انت تدي فلوروكينولون الون. الديوريشن بيقولوا 5 ايام. هل في حد فينا بيعالج نمونيا في 5 ايام؟ الاجابه لا، لكن هو قال لك انتل كلينيكال ريزوليوشن. طب لو ما اصلش كلينيكال ريزوليوشن يبقى هتكمل، خصوصا لو شاكك انها مرسى او فيها سودوموناس انفكشن هتكمل ل7 و10 ايام. يبقى ده التايب اوف كاب والديوريشن. وبعد كده ما ننساش القصه بتاعه الانفلونزا فاكسين، ان انا اطعم العيان او اديله الانتي فايرال لو كنت شاكك. وعشان كده بنتكلم على الفافي بيرافير ان هو بيشتغل بروحين، ممكن يغطي الكوفيد وممكن يغطي الايه الكومن كولد او الفلو. اسف. بعد كده هقول بقى لو عندك عيان جالك بكاب وانت شاكك ان هو كوفيد، او العكس هو كوفيد وانت شاكك ان معاه اسوشيتد كاب بكتيريال انفيكشن، تقول لا استناني، هو الكوفيد بيعمل انترستيشال صح؟ هشك ازاي ان هو معاه بكتيريا؟ اقول لك ان العيان كان ايه فبرايل وبعدين بقى سخن كويس، السي ار بي كان نزل وبعدين رجع تاني طلع بالرغم من ان السيرم فيريتين كويس كويس، الوايت بي سي عاليه، وايت بي سي عاليه وفي شيفت تو ليفت توكسيك جرانوليشن او اس البروكالسيتونين لقيته عالي، يبقى كل دي حاجات. او لو لقيت السي تي بتاعك عمال يديتيريت بسرعه فيري رابيد ومعاه كونسوليديشن رازر ذان انترستيشال انفيكشن، يبقى دي كلها حاجات تخليك سسبكت ان العيان دوت عنده ايه سكندري بكتيريال انفيكشن او كو انفيكشن. تدي له امبيريكال انتي بايوتيك من غير ما تتاكد؟ الاجابه لا، طالما كوفيد يبقى تدي الانتي كوفيد بس، ولو هتدي الانتي بايوتيك تديه وذ ذا ايم ان هو اميونو موديولاتوري انتي انفلاماتوري. لكن لو هتعالج بيكا نيمونيا بتاعت بكتيريا يبقى يو هاف تو كومباين بيتا لاكتام بلس ماكرولايت او بيتا لاكتام بلس كينيلون. والمانجمنت بتاعت الكاب مع الكوفيد هي ذا سيم مانجمنت اوف كاب وزاوت كوفيد، يعني مفيش كلام جديد. وزي ما الاستاذ الدكتور اشرف وضح لنا دلوقتي مفيش اي تغيير فيها، لو كان لو ريسك ولو كان هاي ريسك، ومن الاخر هي بيتا لاكتام بلس ماكرولايد او بيتا لاكتام ومعاها كينيلون. اديت العلاج والعيان ما تصلحش، ما تصلبش دماغك انها نيمونيا. في حاجات تانية اسمها ديفرنشال دايجنوزس، رونج دايجنوزس، رونج اورجانيزم، او في كومبليكيشن العيان قلب بامبايما او بارانيمونيك افيوجن، يبقى مش كل كونسوليديشن بقول عليه نيمونيا. زي ما بقول لك مش كل قطه يتقال له مش كل كونسوليديشن بقول عليه نيمونيا. في عندي انتيتي كبير اسمه نون انفكشس كونسوليديشن، البالمونري انفاركشن بتعمل كونسوليديشن، البالمونري اديما بتعمل كونسوليديشن،
الراديشن نيمونايتس بتعمل كونسوليديشن، يبقى كل دي اسمها نون انفكشس كونسوليديشن شود بي اكسكلودد قبل ما تقول العيان انا بديله الانتيبيوتيك ومش راضي يتصلح. وفي النهايه ما تنساش تدي الانفلونزا فاكسين والنيموكوكال فاكسين عشان تمنع السبسيكوينت ريكيرنس. وبنقول الجود فيزيشن بيتريت الديزيز زي ما الاستاذ دكتور اشرف كان لسه بيتكلم دلوقتي، اما ذا جريت فيزيشن بيتريت البيشنت هو هاز ذا ديزيز. يعني انت هتعالج النمونيا واللي معاها العامل باليد يسمى صانع، العامل بالعقل يسمى عالم، العامل بالقلب يسمى فنان، اما من يعمل بيده وقلبه وعقله يسمى ايه؟ طبيب. شكرا جزيلا. شكرا.